بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج دورك في الحياة. في حلقة اليوم سوف نتطرق إلى جانب آخر من جوانب الحياة في حياة الإنسان، وهو الجانب الصحي. قد كنا من قبل أخذنا الجانب الروحي وتحدثنا فيه باستفاضة، وسوف نرحب أيضا بالأخوة المشاركين معنا في حلقة هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم شباب. الله يسلمك. وكالعادة سوف أول نعطي لمحة سريعة عن الحلقة الماضية وماذا كنا نعمل في الجانب الروحي. بيتحدث كل منكم كيف يقضي يومه في الجانب إيش الروحاني، وممكن نسردها على شكل خطوات بحيث يستفيد الأخوة المشاهدين من هذا الموجود. نبدأ من اليمين، محمد جمال. صلاة الفجر، الجانب الروحي. ويقول محمد على أساس أنه من أهم شيء أن يؤدي صلاة إيش الفجر كخطوة أولى، تمام. هل شيء آخر؟ صلاة بس وتخرج؟ لا، الذكر، أذكار الصباح. يعني أنا نبغى إيش الخطوات اللي هي أحد أدنى، الحد الأدنى في الخطوات، لا تبالغ وتطرح أشياء كبيرة، أشياء يعني يقدر باستطاعة الكل، أي شخص يقوم بإيش بتنفيذها. صلاة الفجر والأذكار الصباح. أذكار الصباح، أيوة. وقراءة صفحة. قراءة صفحة من القرآن، أيوة. ممكن واصل ما بعد الفجر، هذا شيء جانب روحي ثاني. صلاة قبل الصلاة وشي صلاة السنة. استطلاع ما يتم أو في يومك أو في حياتك اليومية بشكل سريع. الذكر اسمه دعاء الخروج من المنزل. أذكار الخروج والدخول للمنزل. شيء آخر منتقل علي، شيء بتضيف في فترة الصباح عليك يعني أنت تعملها أو تود أن تذكرها هنا؟ لا، تقريبا هذا كويس. جميع ما بعد هذا؟ ما بعد هذا بالنسبة لي يعني افتراضا الآن إلى خروج من المنزل إلى الساعة الثامنة الآن وصلنا افتراضا. طيب، من ثمان إلى صلاة الظهر هل في أي جوانب روحانية؟ هناك في صلاة هي صلاة الضحى وصلاة الشروق طبعا بعد الساعة الثامنة. ممكن ايش؟ ممكن من ركعتين الى اربع ركعات كحد اقصى يعني. الشروق او الضحى هذا. ومن ثم العزم على حضور الجماعات بشكل تام يعني. يعني حاليا في نقص في بعض الجوانب، لكن الحرص على حضور او الحفاظ على الصلوات بشكل جماعات. تمام، هذا بشكل عام لجميع الصلوات. أوكي. شيء آخر تضيف؟ ممكن الحرص عند الخروج من أي صلاة ومصادفة أي فقير وحاجة، القيام بعملية الصدقة في هذه اللحظة. شباب، ما نبغى ممكن يعني، هل الصدقة تؤدي يوميا؟ هل تؤديها يوميا؟ هل لا يعني انت تبغى اعمال يعني تكون يوميه يعني فيها قابليه استمراريه؟ ايوه، تفشي السلام باستمراريه. سلام على تفشي السلام. السلام طبعا معروف في حديث السلام عليكم كم حسنه، والسلام عليكم ورحمه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكل جزء تؤديه تختلف الحسنات التي تحصل عليها. طيب، ممكن هنا نضيف أذكار الصباح وإيش
والمساء. شباب غير هذا إماطة الأذى إماطة الأذى عن الطريق إماطة أو إبعاد أي شيء عن الطريق. يعني الأعمال التي تستطيع أن تؤديها بدون أي تكلف تمام الابتسامة في وجه خير. ولذلك احنا بنذكر هذه الأشياء التي لا يوجد الشخص الذي سيقوم بتطبيقها أي عذر. الابتسامة صلاح أحيانا تكون الأعمال بسيطة جدا ابتسامة في وجهها أخيك إيش صدقة غيره التسبيح في مجال أيوة طبعا هنا بنختصرها احنا في الذكر الذكر الدعاء استغفار والاستغفار تأخذ لك جزء من أو حصة أو شيء من الأذكار التي تقدر أن تؤديها. افتراضا أثناء ما تكون تمشي تسبح تحمد الله تذكر الله الدعاء تختار الأوقات المناسبة ليش الدعاء. لأوقات الإجابة وهي عادة تكون إيش من أوقات شباب بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة عند هطول الأمطار عند نزول الأمطار وأيضا الساعة يوم إيش الجمعة جمعة. الجمعة يعني في يوم الجمعة ساعة. تمام فهذا تضيف أنت الآن هذا يومي هل في جوانب روحانية تؤدي أسبوعية إيش هي صيام اتباع الجنائز اتباع الجنازة أيوة شباب الجمعة أداء صلاة الجمعة في جماعة التبكير والتبكير التبكير إلى الصلاة التبكير لصلاة الجمعة أيوة شباب زيارة المرضى الصيام مثلا زيارة المرضى صيام التطوع خميس صيام التطوع الصيام الاثنين والخميس صيام يوم الاثنين صيام يوم او يوم تاسوعة صيام الاثنين والخميس ولكن هذا قد لا يدخل في الحد الادنى تمام ولكن احنا بنذكره وممكن باستطاعه اي شخص يقوم بتادية هذه الاشياء نكتفي بهذا القدر ولكن اللي احب اقوله هنا ان في اشياء جوانب روحيه تؤدي ايش يوميا في جوانب أسبوعيا وفي شهريا وفي ممكن تكون إيش ربع سنوي وفي سنوي في أشياء العمر مرة واحدة يعني ممكن تؤديها في عمرك مرة واحدة مثل الحج لذلك كل واحد من خلال حياته اليومية أو الأسبوعية أو خلال الشهر يؤدي جزء من الجانب الروحية التي تساعد في تحسين مستواه من الحد الأدنى إلى مستوى إيش أفضل نكتفي بهذا القدر تمام وننتقل الآن إلى جانب آخر من جوانب حياة الإنسان لكي يكون شخصية متوازنة أعزائي المشاهدين قبل أن ننتقل إلى موضوع حلقة هذا اليوم نخرج ونشاهد الاستطلاع الذي تم إعداده في الجانب الصحي ثم نعود ونواصل مع حلقتنا هذه اليوم العقل السليم في الجسم السليم يجب كل إنسان أن يتعود على النوم بدري وممارسة الرياضة الرياضة صحة النظافة من الإيمان يجب أن كل إنسان يكون نظيف في حياته الشخصية فمدام تعود الشخص على النظافة كل شيء في حياته يكون صحي الحمد لله من جانب صحي الحمد لله يعني نعاني من مرض فهمنا والحمد لله منظم نفسي من ناحية العلاج الحمد لله من الفجر فهمتنا الحمد لله لي علاج منظمه الحمد لله ومن ناحية التغذية مهمة جدا فهمنا
لأي شخص إن كان رياضي ولا غير رياضي، يقوم نظم تغذية له الأكل الصحي، فهمنا الحمد لله. وفي نفس اللحظة يعني سهر برضو صار الحمد لله، لازم يكون ما فيش يعني سهر لآخر الليل. من ناحية الرياضة، رياضة مهمة جدا، رياضة أصحاب خصوصا أصحاب السكر، فهمنا في رياضة هذيل النوع من الأشخاص، ونقوم يعني من الفجر نقوم بالجري الحمد لله. والله الرياضة مفيدة لجسم الإنسان، والإنسان الرياضي يعني كمان نحن لعبنا سابقا، ما زلنا مستمرين نأدي رياضة التمرين خاصة في الصباح الباكر، نحافظ على اللياقة بعد الفجر، هذا نمشي المشي كم كيلو، 7 كيلو مثلا في اليوم الصباح، 7 كيلو في المساء، هذا مفيد الإنسان يعني يحافظ على جسمه، لأنك إذا وقفت الرياضة جسمك يزيد الوزن عندك. التغذية هي المشكلة اللي نعانيها، التغذية يعني من ناحية الغداء والرز، يعني هذا ما يهضم الرز، تعرف يعني يبغى له رياضة. نحن نحاول إن ناكل يعني فواكه خضروات زي الخيار زي هذا، مفيدة للجسم كمان. ننصح الرياضيين كمان أن يقللوا من وجبة الغداء، يأكلوا بدلها يعني مثلا الخبز الأحمر هذا في النار، والعشاء يكون خفيف على الماشي، تأكل زبادي أي شيء يعني يمشيك، الزبادي من الدوات اللي تخفف الجسم يعني من الوزن الزايد، وتساعد الرياضي. النظافة مهمة، بس تعرف أنا عندنا يعني ما يوفروا بعض أدوات النظافة في بيوتهم، يعني مثل هذا يعني الصابون وده يعني يغسلوا يديهم به، ما تتوفر يعني، وهي مهمة جدا يعني. الواحد بعد قبل كل وجبة يغسل، يجيب فواكه من السوق، الطفل تعلمه أنه يغسل الفواكه قبل أكله، وهذا مهم جدا لصحة الإنسان وكل شخص رياضي يعني. أعزائي المشاهدين، بعد أن شاهدنا الاستطلاع الذي تم إعداده خارج الاستوديو حول الجانب الصحي، نواصل الآن الحديث عن هذا الجانب في حلقة هذا اليوم. طبعا قد يعتقد البعض أن الجانب الصحي يعني السلامة أو العافية من الأمراض والأسقام، ولكن الجانب الصحي يصل إلى أبعد من ذلك. فمتى ما كان الإنسان بصحة وعافية جيدة، يجب أيضا أن يوازي ما بين الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية وأيضا النفسية. لذلك فإن على الإنسان أولا أن يهتم بجوانب الصحية من كافة النواحي، الجسد، الروح، وأيضا الجانب العقلي والنفسي. فلذلك يا شباب، نلاقي نبدأ مثلا بأهم ما يتكون منه الجانب الصحي، وهي أولا إيش؟ التغذية. فمتى ما كانت التغذية سليمة، يكون صحة الإنسان أفضل من الإنسان الذي لا يهتم بالتغذية الجيدة أو الأكلات السليمة. ففي التغذية مثلا تختار الوجبات الصحية التي تساعد على تغذية الجسم بالبروتينات وغيرها من العناصر المغذية لجسم الإنسان. كذلك نبتعد عن الأكلات التي تؤثر على صحتنا، منها خاصة ما هو منتشر حاليا إيش؟ الأكلات السريعة، والتي عادة تكون مضرة لجسم الإنسان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصى وأعطى أيضا قاعدة صحية، يعني أثبت العلماء بأنها مهمة جدا، وهي الثلث لأكلك وثلث لشربك وثلث إيش؟ هواء. وهذا الحديث النبوي فيه فوائد كثيرة جدا، ليس الآن المقام بتفسير هذا، ولكن ما يهمنا هنا أن يجب على الإنسان أن يأكل أو يكون تغذيته في توازن فيها. تختار الوجبات أو التغذية السليمة، تختار الأكلات التي تساعد في تغذية الجسم بمختلف العناصر من خلال التنويع، سواء فيها بروتينات أو كربوهيدرات وغيرها من العناصر، الحديد التي تساعد في تقوية وتغذية الجسم. كذلك تبتعد عن إيش؟ التغذية المضرة، من سواء مشروبات أو مأكولات
التي تضر بصحة الإنسان. هذا بالنسبة لجانب إيش؟ التغذية. نجي لجانب آخر وهو الجانب إيش؟ الصحي الآخر وهو الجسدي. نهتم باللياقة الصحية، نهتم بالرياضة وغيرها من الأشياء التي تساعد على تكوين بنية إيش؟ الجسم. بناخذ مثلا في الرياضة، هل مثلا لديك برنامج رياضي، مشي مثلا ساعة في اليوم، كم مرات في الأسبوع، هل في تمارس رياضة أخرى بحيث تساعد على إيش؟ تحسين صحتك الجسدية. كذلك الجانب العقلي أو النفسي، يحتاج إلى أن تكون لديك خلفية بأن الجانب النفسي مهم جدا ويساعد على الصحة العامة للجسم الإنسان. فمتى ما كان الجانب النفسي يمتاز بنوع من الرضاء والراحة النفسية، تكون عندك قدرة في تأدية جميع المهام بشكل أفضل. وأهم ما يميز الجانب النفسي هو أن تكون عندك قدرة على السيطرة على النفس. وأيضا معانا في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله قال: لا أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. ولذلك فإن الغضب هو يؤدي إلى كثير من الكوارث، ثم ينعكس على الجانب إيش؟ النفسي، فيؤدي إلى إشكاليات كبيرة في حياة الإنسان. فلو نفترض أي مثال، عادة كل شخص منا يواجه إشكاليات يومية، صح ولا لا؟ سواء في الشارع، سواء في العمل، سواء في ذا. فعندما تنصدم بأي شخص، حاول تسيطر على نفسك وألا إيش؟ تغضب. فلو نأخذ مثالين، الشخص الذي سوف يغضب ممكن يوصل إلى مرحلة صعبة جدا أثناء النقاش والحوار، ويؤدي إلى اختلاف كبير، قد يؤدي إلى مضرابة، قد يؤدي إلى قتل وغيرها. لكن هي اللحظة الفارقة اللي أنت تمسك نفسك ولا تغضب، وتحل الموضوع بشيء من الود والتسامح، تنتهي هذا الكلفة أو تنتهي الإشكاليات اللي كانت قد توصل لها. فهنا بنختصرها في حاجة اسمها التسامح. عادة قدم التسامح في أي قضية تواجهك، اختلفت مع مسؤولك، اختلفت مع ابنك، اختلفت مع أحد أقاربك، اختلفت مع شخص آخر في تعاملك في الشارع، في الوظيفة، في أي مكان، حاول أن تتجاهل وتتسامح. قد يفسرها البعض ضعف، لا، ليس الضعف، سيطرتك على أعصابك، سيطرتك على كيفية التعامل مع ذات الطبع الحار أو ذات العصبية أو ذات الأشخاص الحادة الطباع، يساعد كثيرا في نجاحك في هذه إيش؟ الحياة. فلذلك عندما تتجاهل وتتسامح، أنت تحمي نفسك من الأمراض، من الأسقام، من كثير من الأشياء. أيضا تكسب احترام الآخرين، ليست من صاحب الصوت الكبير أو أن صاحب الشخص العصبي أو الشخص الذي يبطش هو ما هو الشخصية القوية أو الشخصية، لا، الشخصية القوية هي من حافظ على سلامة صحته، وحافظ على سيطرته على إيش؟ نفسه، سواء من الغضب، من التهور، من التصرفات التي قد تؤدي إلى إشكاليات كثيرة. وأظن الحياة كفيلة بالأمثلة التي نشاهدها مع شخصيات كثيرة في هذه الدنيا. واضح شباب؟ واضح. الجانب النفسي والعقلي والجانب التغذية والصحة، وكذلك الجانب الجسدي من رياضة، من تغذية، من غيرها. وأيضا يقولوا إيش؟ إن الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم، الجسم السليم. هذا هو إيش؟ الجانب الصحي، تهتم بكافة الجوانب التي تتعلق بالجانب الصحة. أيضا يحافظ، هذا جانب وقائي، لكن بعد أن توصل إلى قدر الله بنوع من ابتليك رب العالمين بشيء من الأمراض أو الأسقام أو شيء، هنا تبدأ لازم أن تهتم بجانبك الصحي، سواء من الحمية، خاصة أصحاب أمراض إيش؟ الضغط، السكري وغيرها من الأمراض المزمنة. يحاول أن يعطي اهتمام لهذا الجانب من أخذ الأدوية والعلاجات المخصصة في وقتها، وأيضا من الاهتمام بكافة التعليمات والإرشادات التي يعطيك إياها إيش؟ الدكتور أو الطبيب المعالج.
فهذا الـ في جانبين. اولا اذا التزمت بالجانب الصحي من البدايه من الوقايه تكون في افضل صحه ممكنه، خاصه في التغذيه في الرياضه في جانب النفسي. ثم تعود بعد ذلك في حاله ان يبتليك ان تهتم بكوفة التعليمات، امكانيه ان تاخذ ايش فحوصات دوريه بحيث تتأكد من سلامة جسمك من كافة الأمراض، أو أيضا لاستباق الحدث قبل أن يحصل شيء في صحتك. ولذلك فإن لا يمكنك النجاح في الجوانب الحياة الأخرى ما لم تكن عندك إيش صحة جيدة. ولو نلاحظ أن الأمراض المنتشرة عادة أسبابها يا أما من تغذية، تمام، أما إفراط في تغذية أو إفراط في التعامل في الجانب النفسي من العصبية وإرهاق النفس وغيرها من الإشكاليات التي تحصل بسبب أنك أنت الذي إيش تقوم بابتداء بهذه الإشكالية أو هذه المشكلة. هذا هو الجانب الصحي. ونأخذ الآن ما هو الحد الأدنى في الجانب الصحي بحيث نقوم بتقييم أنفسنا، هل لدي هنا حد أدنى من الجانب الصحي أم لازلت في نسبة تقل عن 20% أو 10%؟ تمام يا شباب؟ طبعا المقصود بتقييم الجانب الصحي ما هو وضعي الحالي، تمام، سواء من ناحية هل لدي برنامج صحي سواء في التغذية في اللياقة البدنية أو الصحة النفسية أو الصحة الجسدية. لا نبالغ، نشوف وضعنا الحالي ثم بعد ذلك نعطي نفسنا إيش نسبة، هذا 100% وهذا إيش 0%. افتراضا وصلت كم؟ 20%. إذن أبحث عن أشياء تؤهلني إلى أن أوصل إلى كم؟ 75-80% وغيرها. هذا المقصود بإيش؟ بالتقييم في كل جانب. أشوف وضعي الصحي، ونفس الطريقة من الصباح الباكر، هل عندي جانب صحي في حياتي أم أن الأمور عندي تمشي كذا عشوائية بدون أي تنظيم أو تنسيق أو اختيار برنامج صحي. لو نسأل كل واحد ما هو برنامجك اليومي في الجانب الصحي، والمقصود بالجانب الصحي قلنا إيش؟ التغذية والنظافة وأيضا اللياقة أو الرياضة والتغذية والنظافة، هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا في حياة الإنسان من ناحية الصحية. نشوف مع بعض كل واحد إيش يعمل في ناحية الجانب الصحي بحيث أن نعطي نسبة واحدة في هذا الجانب. ها شباب في الصباح الباكر الجانب الصحي الموجود مو هو اللي نبغاه، الحالي مشي نصف ساعة صباح بدري، مشي 30 دقيقة يوميا. أيوة التغذية لازم قبل ما غيره أول ما شيء تعمل تغذية، أفطار الفطور صباحا بشيء يكون كثير من السكريات عشان يعطي الجسم طاقة. أهم شيء أنك تفطر، بعدين اختيار نوعية الوجبة هذا يعتمد على نوعية ال أيوة الاغتسال ولا أيوة تفريش الأسنان الاغتسال يوميا. تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أيضا يوميا، يعني يكون طيب. اللبس نظيف يكون اللبس نظافة الملبس الملابس والمسكن
تمام، يعني نظافة برضه يوميا. شيء آخر؟ هذا أشياء بسيطة ونطبقها أصلا، يعني لحد الآن إحنا نطبق هذه الأشياء ولكن بدون أن نكون لدينا وعي فيها أو برنامج محدد. ليش؟ لأنها تظل معانا حياتنا بنفس الروتين ولا يحصل فيها إيش أي تطور. غير شباب في النظافة والتغذية والرياضة، هذه أهم شيء. هذا الموجود كم تعطون أنفسكم؟ كم النسبة؟ هذا أعطيه 45 ها؟ أو 30 30 هذا العامل النفسي معك. ها؟ الجانب الصحي النفسي أقول له. طيب ممكن الآن واضح بالنسبة لتقييم الجانب إيش؟ الصحي. طبعاً أنت كدورك بعدين بندخل في كيف تدمج هذه أدوارك مع الأدوار الأخرى، خاصة إذا كنت كأب عاد عليك دور جانب صحي مع أبنائك مع والديك مع أشخاص آخرين. تمام، فالنسبة دي عادها بتقل بعدين إذا أنت مهمل هذه كل الأشياء. نعم. تمام. طيب نقفت في بنقطة التقييم، ثم سنعود ل ما هو خطواتك العملية لتحسين هذه النسبة من 30% إلى مثلا كم؟ بنأخذ احنا دائما ايش؟ 80% كمستوى أفضل. ولكن فترة التنفيذ قد تختلف، شهر، سنة، سنتين، 3 سنين، تختلف فترة ايش؟ التنفيذ. ولكن في بالك انك توصل إلى من؟ إلى نسبة أفضل، سواء بعد كل واحد حسب قدرته وحسب استطاعته في تنفيذ هذه الخطوات. مش لازم تقول 80% وبعدين ما تسوي، يمكن حتى 30 ترجع إلى الخلف. لا، أعطي نسبة بحسب استطاعتك وتوصل. لو وصلت بعد 10 سنين 80% كويس، وخاصة ما أنت مقصر في أشياء تؤثر على صحتك. أعزائي المشاهدين، بعد أن تم النقاش مع الأخوة المشاركين معنا في حلقة هذا اليوم في الجانب الصحي، اتضح أن نسبة التقييم بلغت 30% في الجانب الصحي، وهي النقطة ألف التي نحن واقعين فيها إيش حاليا. هذه هي النقطة الحالية اللي احنا موجودين، وكم بلغت؟ 30%. الهدف كم؟ 80. يجب أن نوصل إلى 80%. ولكن الأعمال والمهام والأنشطة المطلوب تنفيذها حتى نوصل 80% بحاجة إلى أن تسمي هذه الأشياء، وأيضا كم هي الفترة التي سوف تصل فيها إلى النقطة باء. كم تحتاجون؟ وكل ما أخذت جوانب سهلة وبسيطة تكون سرعة الإنجاز إيش أسرع. يعني افتراضا خليها 3 سنوات، بغيت هنا لو وصلت 3 سنوات إلى النقطة باء أنت بخير، يعني بتوصل 80%. لكن أقصد بما هو المستوى الصحي المطلوب، يعني مثل تسوي لي مثلا هدف بسيط وأكيد بتنجزها حتى في يوم، بتغير البرنامج حقك بتنجزها، لكن يجب أن يكون هدفك طموح في الجانب الصحي. تمام، يعني عدنا ما أدخلنا الجوانب الصحية بشكل عام، سواء من ناحية الأسنان، النظر، السمع، البشرة، وغيرها من جوانب كثيرة جدا. يعني توصل إلى جانب صحي متكامل 3 سنوات مشي معاي، ما هو مشكلة. لكن أما بتضيف لي هنا جوانب بسيطة وبتسميها هدف كبير، لا، ضيف يعني حط في بالك هدف طموح كبير في جانب الصحي، ثم تبدأ بالخطوات كل سنة. يعني الخطوات اللي تعملها إلى هنا سنة، وإلى هنا سنة أخرى، ثم هنا السنة الثالثة. وكيف تحافظ على ما كان من قبل؟
مش تدخل في جوانب جديدة وتفقد إيش الجوانب الأخرى. واضح شباب؟ إذن نشوف الآن ما هي الخطوات لتطوير الجانب الصحي. نبدأ بكيف نوصل إلى كم؟ 80%. ما هي الخطوات المطلوبة؟ الاطلاع والقراءة في الجانب الصحي. أيوة، الاطلاع وأخذ دورات في الجوانب الصحية، مثل يعني في التغذية، أيضا في إيش؟ صح، نفسية، النظافة والرياضة، متابعة المختصين، تأخذ يعني اطلاع ودورات عن ما هي الوجبات التي ممكن تكون خفيفة وفي نفس الوقت غذاها أكثر للجسم، ذات قيمة غذائية كبيرة، ذات قيمة غذائية كبيرة تساعد في تغذية الجسم بشكل متكامل. أيضا في الجوانب النظافة بشتى أنواعها، سواء كافة أعضاء الجسم، تمام، من أسنان، من الجوارح، السمع، النظر، حاسة الشم، الشعر، الأسنان، كافة أعضاء الجسم، كيف أحافظ على نظافتها وتحسينها. أيضا الرياضة، جانب الرياضة أخذ الجوانب مختلف الرياضات، وما هي الرياضة التي تساعد في تقوية الجسم، تساعد في إعطاء الجسم نوع من الحيوية والنشاط، تساعد في تأجيل الشيخوخة لصحة الإنسان، تمام. في دراسات كبيرة جدا أيوة تساعدك في هذا الجوانب. فأيضا الصحة إيش؟ النفسية، وهذا جانب إيش مهم تأخذ في ما هو الأشياء، أو نأخذ دورات مثلا عن كيفية التعامل مع ذات الطباع الحارة، الناس العصبيين كيف أتعامل معهم بحيث أعطي نفسي أتعامل، أو أخذ دورات في جانب التسامح وجانب العفو عند المقدرة وغيرها من إيش الأشياء التي تساعدني في الجانب النفسي. هنا تكون بتحافظ على تطوير الجانب إيش الصحي. هذا واحد. اثنين، متابعة مختصين من دكاترة ومدربين رياضة أيوة متابعتهم، تمام، عمل فحوصات دورية. متابعة ذوي الخبرة والمختصين في الجانب الصحي. ثلاثة، الاشتراك في نادي رياضي. الاشتراك في نادي رياضي. شباب، دكتور لا ضير إذا كان واحد يعاني من سمنة مفرطة أو شيء يراجع دكتور أيوة متخصص. هذا أذكر أصحاب الخبرة مختصين بأي كان نوع الشخص، لكن أنا الآن في تطوير للأفضل. الاشتراك في نادي رياضي، الابتعاد عن إيش؟ الوجبات السريعة، عن الوجبات السريعة، أو بشكل عن الوجبات المضرة إيش بالصحة، تقليل شرب مشروبات الغازية، مشروبات الغازية، الابتعاد أو الامتناع عن بعض التدخين أو أي شيء، يعني كل المحرمات معطياتها، ابتعاد عن عادات تعاطي صحية سيئة، محرمات سواء غذائية أو مشروبات. يعني تمشي في جانبين، في أشياء ابتعاد عنها وفي أشياء تحاول إيش تغير. على قول البعض استبدال
مشروبات الغازية بالفاكهة. بدل ما تشرب لي حبة بيبسي كلك حبة تفاحة. تمام. طيب تضيفوا شيء؟ هذا بيطلعنا احنا لو عملنا بيطلعنا احنا للمية. طبعا بالنسبة حاليا نكتفي بهذا، ثم كل شخص منا يروح يحضر لأشياء في الجانب الصحي والنفسي والجانب الجسدي، لكي نخرج في الأخير بخلاصة تعطينا مستويات متعددة. عندنا حد أدنى وعندنا مستوى إيش أعلى، وكل شخص بعدين يختار النسبة الذي يبغى يوصل إليها والفترة اللي يستطيع أن يحقق هذه النسبة إيش فيها. أعزائي المشاهدين، من خلال حديثنا عن الجانب الصحي يتضح أهمية هذا الجانب، وأن نجاح هذا الجانب في حياتنا الصحية سيؤدي بالكبير على نجاح الجوانب الأخرى في حياة الإنسان. الجانب الصحي مهم جدا من حيث التغذية، من حيث الرياضة، من حيث الجانب النفسي، ومن حيث النظافة، وهو أيضا يعطي شخصية يحترمها الآخرين من خلال شكل الجسم، نظافة الجسم، الحديث مع الآخرين لهذه الشخصية. نكتفي بهذا القدر من حيث تقييم الجانب الصحي وكيف يتم تطوير هذا الجانب، وننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من حلقة هذا اليوم، ماذا استفدت في هذه الحلقة. أعزائي المشاركين، نأتي الآن إلى الفقرة ماذا استفدت من هذا اليوم. بتأخذ ما هو الجانب الصحي، تقييمك للجانب الصحي، وكيف يتم تطوير إيش هذا الجانب. نبدأ بالحديث. بسم الله. أولا الجانب الصحي مهم جدا، مثل ما ذكرنا في الجانب الروحي برضو من الجوانب المهمة، لكن الجانب الصحي إذا لم تكن لديك صحة كافية للقيام بالأعمال الروحية وكل الجوانب الحياة، لن تستطيع أن تفعل أي شيء من هذه الجوانب ما لم تكون مهتم بصحتك في البداية. لازم يجب تطوير هذا الجانب برضو الصحي، الاهتمام به من حيث التطوير وتقييم ومعرفة أنت فين الآن وتقدر تطور المرحلة اللي بعدها. تمام علي. عندما تطرقنا في هذه الحلقة للجانب النفسي وخاصة في عملية ضبط النفس، أخذنا هذا الجانب إلى مصطلح في تطوير الذات، وهو دائما تردد في الأونة الأخيرة هذه، وهو عملية ما يسمونه بالذكاء العاطفي، هو كيف الإنسان يتحكم بمشاعره، يعرف مشاعره الذاتية تجاه نفسه ومشاعره في نفس الوقت تجاه الآخرين، ويعمل على ذلك في عملية ضبط النفس وكيف يتصرف، بحيث أنه يتطور علاقته مع نفسه وتطور نفسه مع الآخرين، ويكون نفس طريقة عملية ضغط زي ما قلنا ضبط الغضب، هنا ضبط الشعور، وتقريبا في مصطلحات مترادفة فقط، يعني في نفس تصف في نفس المعنى. كويس. أخ فايز، اللي استفدته من هذه الحلقة أن الجانب الصحي هو جانب واسع كثير. كان مفهومي بالجانب الصحي هو الأمراض والأسقام، هذا الصحة. أما الجانب الصحي اللي تطرقنا عليه فهذا أعطانا فكر وأعطانا جانب أن جوانب الصحية جوانب غذائية جسدية عقلية، ولابد من تطويرها كحد أدنى نحن نعمل عليه، وبدون شعوريا نحن نعمل هذه الأعمال لكن بغير تطوير لها، غير أو تنظيم أو غير تنظيم لها أو تخطيط لها مسبقا، وكيف تحدد وضعك وكيف أنت تطور وكيف تطور. لكن عادة الآن الناس تحصلها في وضع صحي الآن كويس ثم يتناقص. ليش؟ لأن ما عنده خلفية كاملة في كيف يطور جانبه الصحي، فيبدأ الشيخوخة ويبدأ تقل النظافة، تبدأ تقل الرياضة، تقل التغذية، فتعود صحة الإنسان إلى إيش؟ إلى الأسفل. رغم أنه يفترض أنها تكون إيش؟ تطور إلى تقدم، وهذا الشيء وهذا مترابط، لا يمكن بالتغذية الجسم وأنت تعمل رياضة، لابد الرياضة تغذية للجسد، لابد من غذاء جيد جيد صح. ولذا كان يكون عندك غذاء جيد
لازم يكون عندك عقل يفهم ايش الغذاء اللي يختار، مترابط هذا الشيء. وفي الاخير ان الجانب الصحي هو صوره لك، كلبسك، كمظهرك، كاي جانب واي كي مظهر لك، صورتك في الحياه هي جانبك الصحي. هذا ما استفدت من هذا الشيء. الاخ صلاح، بدايه استفدت من هذه الحلقه تاكيد المقوله الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يعرفه الا المرضى. فبدون الجانب الصحي لن تستطيع التطور في جميع الجوانب المهنيه والماديه. ايضا الشيء الاخر الجانب التوعوي، على الشخص ان يهتم به ومن مصادره الصحيه الصحيحه الطبيه، عكس ما يتم اخذه الان من جروبات الواتساب ومن جميع قنوات التواصل ومواقع التواصل. فيحدث هناك خلط في الاشياء وفي الوصفات الطبيه، وهذا ما يعانيه المجتمع. لازم كثير. الشخص اللي يعني يريد ان يضع له برنامج سليم يجب ان ياخذ المعلومه من مصدرها الصحيح بالضبط، سواء متخصص في هذا الجانب او انسان صاحب خبره معترف بها. هذا بالضبط. شكرا. شكرا شباب. طبعا من خلال النقاش حول الجانب الصحي وماذا استفدتوا من حلقة اليوم، فعلا أن الجانب الصحي هو من التسمية نفسها، صحتك هي من أولوى الأولويات في حياتك. لذلك ما تكون صحتك بشكل جيد إلا إذا قمت بعدة خطوات، وخاصة أولا في الجانب التغذية، ثم في جانب الرياضة، ثم في الجانب إيش النظافة. وأيضا أهم جزء في الجانب الصحي اللي هو قلنا الجانب إيش النفسي، وكيف تحافظ على الجانب النفسي من خلال السيطرة على الذات. ونكتفي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إيش لا تغضب. اللهم صل وسلم عليه. نشكركم على مشاركتكم في حلقة هذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله معاكم في حلقة جديدة من برنامج دورك في الحياة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج دورك في الحياة، والذي تطرقنا فيها عن الجانب الصحي وكيف يتم تقييم الجانب الصحي بالنسبة لحياتنا اليومية، ثم أخذنا كيف ممكن أن نطور هذا الجانب من نسبة معينة إلى مستوى أفضل في حياتنا اليومية. فالجانب الصحي هو مهم جدا، ولذلك يجب على الإنسان يهتم بصحته ولا يكون هناك في تكاسل أو تقاعس في كافة الجوانب الصحية. فيجب أن نختار الغذاء الصحيح والوجبة السليمة، ونشرب المياه التي تكفي لجسمنا يوميا، كذلك نساهم في حياتنا اليومية بجزء من الرياضة اليومية، سواء رياضة المشي أو غيرها من الألعاب الأخرى التي تساعد في تحسين بنية الجسم وإظهاره بالمظهر السليم. نحافظ على كل أعضاء الجسم من أن يحصل بها أي شيء، سواء الأطراف، الأعين، البصر وغيرها من الأعضاء الإنسان التي يجب أن نستفيد من المتخصصين والعلماء في هذا الجانب. يجب أن نهتم أيضا بحياتنا النفسية، يجب أن نكون ذات تسامح في كافة الأشكاليات التي تواجهنا، وأن نعتمد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إلى هنا نكون قد أكملنا حلقة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.